تحياتي. عنوان هذا الفيديو هو أشباح ميكانيكا الكوانتم. فعلا إذا نظرنا إلى ميكانيكا الكوانتم بالعمق اللازم نلاحظ أنها مليئة بالأشباح، لا بل إنها تحيل العالم إلى أشباح. فعلا هذه يعني نظرية غريبة، أشباح ميكانيكا الكوانتم. وأول شبح، أكبر شبح، هو دالة شرودنجر. دالة شرودنجر يسمونها دالة شرودنجر موجية، لكنها ليست موجة عادية، ليست موجة عادية، هي كأنها شبح. الغريب أنها ضرورية لتحديد العالم المحسوس، ليس تحديدا كاملا ولكن نوع من التحديد، هي ضرورية لتحديد العالم المحسوس، لكنها شبح. شبح يعني لا نستطيع أن نقبض عليها بأيدينا، بأجهزتنا، بأدواتنا، هي عبارة عن شبح. أولا هي ليست مكونة، يعني هي ليست دالة من الكميات الحقيقية real quantities، هي complex quantity، يعني تتكون من دوال أو من دالة حقيقية ودالة تخيلية imaginary function. يعني نستطيع أن نكتبها دالة شرودنجر تساوي دالة حقيقية زائد جذر ناقص واحد في دالة حقيقية ثانية. يعني ومن هنا يبرز مشكلة نيوتن، ماذا يعني، هل هي حقيقية موجودة في الطبيعة أم يعني ما هي؟ هذه واحدة. ثانيا هي في الواقع ليست دالة تصف موجة حقيقية في المكان والزمان. في الزمان أيوة، ولكن ليس في المكان. هي دالة في ما يسمى الconfiguration space، اللي هو فضاء رياضي مكون من الأبعاد اللازمة لتحديد مواضع الجسيمات التي تكون النظام المعني، نسميها درجات الحرية. يعني هي عبارة عن دالة في درجات الحرية، هي ليست إذن موجة في المكان. شبح، شيء غريب. أو إذا أردنا أن يمكن تعريفها رياضيا بصورة أدق، فنقول إنها متجه في فضاء لا نهائي نسميه فضاء هيلبرت. لكن خلينا الآن على النقطتين الأوليين. فعلا عبارة عن شبح، والأكثر من ذلك أننا لا نستطيع أن نقيسها، لأننا بمجرد قياسها نحيلها إلى نقطة، نجعلها تنهار. يعني لاحظوا، هذه الدالة أو الموجة المفروض أنها منتشرة في، يعني هي طبعا دالة في الزمن ومنتشرة في كل ما يسمى الconfiguration space، اللي هو أيضا شبحي. يعني configuration space عبارة عن شبح، فهي شبح في شبح. فالconfiguration space يعني هي تنهار لحظيا إلى نقطة في المكان الملموس. لا نستطيع حتى أن نقيسها، لا نستطيع أن نقبض عليها بأيدينا، لكنها ضرورية. ليش؟ لأنها تحدد أطياف الكميات التي يمكن قياسها واحتمالات هذه الكميات، هذه الأطياف تحدد الاحتمالات، ولكنها لا تحدد بالضبط ما نشاهده في العالم المحسوس. ما نشاهده في العالم المحسوس عشوائي، يمكن أن يكون أي شيء، عبارة عن شبح، كأنها شبح، ولكنها مع ذلك لا، يعني هي
هي الحقيقة التي ينبع منها العالم المحسوس، ما هي عبارة عن شبح. يعني هذه فعلا مسألة محيرة، يعني لم نعد ننظر إلى الطبيعة كما كنا ننظر إليها في الفيزياء الكلاسيكية. الفيزياء الكلاسيكية كنا ننظر إنه، يعني طبعا كان في تجريد، مثلا نتكلم عن جسيمات وليس أجسام، ولكن الجسيمات واقع ملموس، لأنه في النظم الفعلية هناك أبعاد متنوعة. نستطيع أن ننظر إلى الأجسام مثلا ذات الأبعاد الصغيرة جدا على أنها جسيمات. فالتجريد، يعني الجسيم مفهوم تجريدي لكنه تجريد واقعي، ونستطيع أن نلمس بأيدينا الأمواج، سواء الأمواج الصوتية، الأمواج الكهرومغناطيسية، أمواج البلاستيكية، الإلاستيكية إلى آخره. يعني هذا نستطيع أن نلمسها بأيدينا، نستطيع أن نلمس الحرارة، نستطيع أن نلمس الطاقة عموما إلى حد كبير. يعني عالم ملموس. صحيح أننا نحتاج إلى التجريد لكي نستوعب العالم الملموس، ولكن عالم ثقيل من المادة الثقيلة. ليس هناك أشباح، هناك أشباح. صحيح أن المجال شبه، يعني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبلور مفهوم المجال، فيه عليه يعني إلى حد ما طابع شبحي، ولكنه في النهاية لا نستطيع في الواقع أن نقيسه، ونستطيع أن نلمسه بأجهزتنا، ليس بأيدينا ولكن بأجهزتنا، الكهرباء والمغناطيسية والشحنات وما شابه ذلك. هون لا، هذه الدالة الموجية عبارة عن شبح، ولكن شبح ضروري، شبح يجوب، حتى لا أقول المكان، لا يجوب المكان، لا يعترف بالمكان، يجوب فضاءاته الخاصة، يجوب فضاء الكونفيجريشن سبيس، يجوب فضاء هيلبرت التجريدي، يجوب حتى فضاءات شبحية، وهو شبح في فضاءات شبحية. شغلة غريبة يعني. وكما قلت لا نستطيع أن نقبض عليه، إذا قبضنا عليه يحول، يعني ينهار، لا نستطيع أن نشاهده لأنه ينهار. تصوروا أنه مجرد، يعني مراوغ، الدالة الموجية مراوغة، مجرد أن نحاول أن نلمسها تختفي، تنهار، تختفي، يعني لا تعود موجودة. الغريب أنه طبعا، يعني ولذلك استغرب بور، لأن بور أحد مكتشفي هذه الظاهرة. بور عندما في تلك الفترة حاضر أمام مجموعة من الفلاسفة الوضعيين، positivistic philosophers أو positivists، وكانوا سعيدين بما يسمعونه ويهزون رأسهم تأكيدا لما كان يقوله بور وتأييدا لما يقوله بور. فبور احتار، إنه غريب أولئك الفلاسفة غير محتارين، يجب أن يحتاروا. إذا لم يحتاروا معناه إنه ما فهموا شيء، واعتبر أنهم لم يفهموا شيئا مما قاله، لأنهم كانوا يأخذون ما يقوله وكأنه شيء طبيعي، وكأنه شيء عادي، وكأنه يعني شيء غير إشكالي غير جدالي. فهو فوجئ وقال إنه من لا يحتار، من لا يصدم عندما يسمع هذه الأفكار، مع أنه ما فهمها. وفعلا حتى الآن نحن نصدم، أنا مصدوم حتى الآن من هذه فكرة الدالة الموجية. طبعا شرودنجر أيضا حاول أن يعطيها تفسيرا كلاسيكيا وأخفق، ولكن لم يقبل بها، مع أنه هو الذي ابتكرها، هو الذي اكتشفها. لا، هي يعني هي عبارة عن شبح لا نهائي في فضاءات شبحية لا نهائية، ومجرد محاولة تحديدها، القبض عليها، يخفيها أو
ينهيها في الواقع، يزيلها، لكنها ضرورية لتحديد الكثير من الكميات في العالم المحسوس، ليس كل شيء، لأن هناك بعد عشوائي أيضا، يعني عندما تنهار تنهار عشوائيا إلى النقطة المعنية، تنهار عشوائيا، لا نستطيع، يعني مثلا موضع الإلكترون إذا أردنا أن نحدد موضعه نجري عملية القياس، يكون هناك طيف من المواضع المرتبطة بهذا الإلكترون، ولكن يتحقق فقط موضع واحد، لكن بصورة عشوائية. النظرية تتكلم عن الاحتمالات وتتنبأ بالاحتمالات، لكنها لا تقول لنا شيئا عن تحديد. شبح بشبح. وحتى الآن هي يعني محيرة، الدالة الموجية، دالة شرودنجر الموجية بالفعل هي، طبعا هي محيرة، طبعا حاول دي بروي وديفيد بوم أن يخرجا من هذه المشكلة، فقالا مثلا إنه نحن لدينا في الواقع الجسيمات ولدينا الأمواج مرتبطة، الجسيمات مرتبطة بالأمواج، بأي معنى أن الأمواج سمياها أمواج المادة هي التي ترشد الجسيم في حركته. شو ترشد الجسيم في حركته؟ طب منين أجت هاي الموجة؟ شو هي الموجة؟ ممتدة إلى ما لا نهاية، طب شو هي؟ وتجعل الجسيمات تعتمد لحظيا موضعيا على بعضها بعض، لا موضعيا على بعضها بعضا، برضو شغلة غريبة. ولكن على أي حال حاولا أنه الهروب من فكرة شبحية الدالة الموجية، ولكن الشيء المعتمد اللي هو التأويل المعتمد، تأويل كوبنهاجن، فعلا ينظر إلى هذه الدالة الموجية التي تشكل الوجود بالفعل بالقوة، potential existence، وكأنه شبح، شبح بشبح. ولكن هذا لا يقف الأمر عند دالة شرودنجر. دالة شرودنجر عليها هذا الطابع الشبحي، نحن نتعامل مع أشباح، هناك أشباح أشباح. وحتى كيف يعني تبلغ درجة الأشباح، إنه التسريب، يعني إنه مثلا إلى حد إنه، لكن هذا الشبح ولو أنه شبح لكن له وجود، نوع من الوجود، بدليل إنه إذا وضعنا إلكترون يعني قليل الطاقة في بين جدارين شاهقين، طبعا كلاسيكيا طاقته لا تمكنه من القفز على أي من الجدارين، ولكن وفق ميكانيكا الكوانتوم هو الجسيم يتسرب عبر تسرب هذا الشبح الدالة الموجية، أن الدالة الموجية تستطيع في الواقع أن تتسرب خارج الجدارين، تستطيع أن تتسرب خارج الجدارين، وتسربها يعني احتمال تسرب الجسيم نفسه من دون أن يخترق بالفعل الجدارين، هاي بنسميها التسريب تانلينج، واللي امبارح أعلنوا أو أول امبارح أن جائزة نوبل في هذا المجال، جائزة نوبل في الفيزياء، ثلاثة علماء أخذوها حصلوا عليها، منحوا إياها على هذا الأساس، أساس اكتشاف في هذا المجال تانلينج، برضه هذا إشي شبحي، يعني كأنه شبح يتسرب حتى عبر الجدران، دالة الموجية تتسرب عبر الجدران وتترك أثرها الفعلي. ونفس الشيء فيما يتعلق برؤية ميكانيكا الكوانتوم للمجالات، لا نتكلم عنها الآن، سأتكلم عنها لاحقا، وعن أيضا رؤية فاينمان الغريبة لميكانيكا الكوانتوم. فإلى اللقاء في فيديو آخر في الموضوع ذاته.